خالد اهو، يا ازيك كريم يا يا رب، محمد؟ الله يسترها الله يسترها الله يسترها يا كريم اهو يا رب، شافوه الله يبارك الله يبارك. شافوه الرد هيجي منين بس؟ صلاة والله. النبي صلاة النبي، ملك ملك يا حلاوتك يا خلود، صلي صلي، لعبت معاك في الاخر يا ابو الصحاب. اتى 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 حبيبي، اتى اتى، بس اصبر 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 على البركه، لعبت مع لعبت مع ابو الصحابه يا جدعان في الاخر هي. حبيبي حبيبي ماشي، امسك كده خالد، بس يا خالد هو شغاله خالد. حبيبي ابو الصحابه، صل على النبي، اللهم بارك يا رب، اللهم بارك يا رب، على مهلك ابو يحيى، على مهلك يا رب، صل على النبي يا رب، على مهلك. يلا يا جماعه كله مجمع يا رب يا مساعد، صل على النبي، الله اكبر، سنجيب الملاه، صل على النبي، صل على النبي ابو يحيى، اللهم صل على النبي، حلاوتك ابو يحيى، صل على النبي، كان نفسك فيه ده، صلاه النبي، صلاه النبي، تحياتي لاحلى رحاله في الدنيا كلها، اللهم صل على النبي، احلى مكاوي، احلى صباح عليك ابو يحيى، ابو شاهد العسل ومروان والناس الحلوه كلها، صباحك زي العسل. الله ينور يا يا ريس. ويوسف الريس السمكه دي اسمها ايه؟ مش جردايه؟ لا مش 111 دي برضه، عشان في عليها اختلاف. حمو سمعت الاسكندراني بيقولوا يا حمو 111؟ هي مش دي ال 111؟ رصاصه؟ سبحان الله، رصاصه بقى، انت سبحان الله، معلش ريحه البكري، لا لا لا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب يكون الجميع بخير يا رب. والله يسعد صباحكم لو عندكم صباح، ويسعد مساكم لو عندكم مساء. النهاردة إن شاء الله بعد فترة طويلة خالص في الأيام الصعبة دي، طالعين بإذن الله تسقيط من ميامي. تسقيط دلوقتي يا جماعة الفرد ب 150 جنيه، وبيبقى فيه شروط كده على البطاقات، بس إحنا الراجل اللي إحنا طالعين معاه ده إن شاء الله، يعني لو حد حابب يطلع معاه، ده اخ وصديق يعني، وراجل يشرف يعني اي حد باذن الله. معانا طبعا الاخ خالد المكاوي البحر بتاعنا، مروان الراجل المحترم، يسري الوليلي، العده المستخدمه يا شباب ان شاء الله، دي مكنه 10000 اسمها سي سايد. المكنه ديت المفروض ان شاء الله ان هي سعرها في السوق في حدود 375 جنيه 10000. معايا عود 2 متر 40 سم اسمه كراود، اللون ده شباب لو لقيتوه تعرفوا ان العود ده كويس. لون الصبه ديت اللي هو السيليكون دوت بالواير ده، العود ده بيبقى كويس قوي. معايا خيط بريد 35 على المكن اساسي، حاطط هنا فله عشان تحمي المدور من الدبه الاولانيه دي كده. بحيث ان هي تضرب هنا هنا. معايا الارمه بتاعتي او السبحه، سنار كفته، ده سته، انا شغال بسته، الناس هنا بتقول تمانيه افضل، بس انا هنجرب لو كده هنصغر ان شاء الله. طعم المستخدم ان شاء الله برغوت، عشان ما لقيناش عمر، ربنا المستعان ويصلح لنا الحال. هنوري لكم دلوقتي الارمه بتتربط ازاي، مع العلم ان الرصاصه بتبقى 80 او 100. عم رمل الصنانير بتاعتي في حدود ايه 15 سم او 20 سم. بنعمل الخيه اللي هنعلقها في المدور، نيجي بنخلي السنار يم الخيه، متجه ناحيه الايه، ناحيه الخيه. طبعا ده اخر سنار انا عملته، بنجيب كده السنار ده اخره هنا كده، بنسيب شويه صغيرين حوالي 5 سم، وبنرجع تاني نخلي السنار ننزله لتحت باتجاه الخيه، وناخد الفردين دول بنلفهم حوالين بعض، الاثنين مع بعض بنربط، الاثنين مع بعض كده بنربط كده اهي، الدايره اهي، وبنعدي الخيطين ورا بعض، ادي واحد، البحر مليان سردين ولمون في النص، ادي اثنين، ادي ثلاثة. ده باختصار يا شباب، اللي عايز تفاصيل اكتر نظري في فيديوهات على الايه، على القناه ان شاء الله يدور عليها، خليكم معانا كمان يا شباب. دي الجرايه بتاعتنا اهي، ان شاء الله اول ما هنطلع في البحر
هنفردها ان شاء الله. دي باختصار عشان الناس اللي سالت عليها، الجراية دي كلها بلدي في بلدي اللي انا عاملها. دي عباره عن معلقه، اي معلقه راح تطلعها اي ورق سلوفان، وممكن من غير ورق سلوفان. لاحم فيها صنار ستة ستلس، بس هو صدى من كتر الشغل. وده خد 90 عليه 2 كيلو رصاص. هنا في اسكندريه بيخلوا من كل شبرين رصاصه. انا عشان ديت بنشتغل بيها بحر احمر وبحر ابيض، بنحط الرصاص بتاعي في الاخر. بس دي فكره عامه عنها، ان شاء الله الله كريم لو ضربت معانا النهارده هنعمل لكم فيديو ليها بالتفصيل، تمام؟ عشان بس ما نطولش في الكلام في الفيديو، ربنا المستعان احنا لسه ما استرزقناش. يا جماعه دي برضو يا جماعه جرايه تانية مع مروان، نفس الفكره مع اختلاف حاجات بسيطه. الناس اللي طلبت الجرايه اللي هي الاسكندراني بتاعه الدراك والتونه، معانا ان شاء الله الاخ مروان باذن الله هيوصفها لنا. السلام عليكم. عليكم السلام. دي جرايه بلدي. دي يا جماعه معلقه بلدي. المعلقه دي سعرها في حدود 15 او 10 جنيه. تمام. بنركب شعر 90 عليه. بيركب شعر 90 عليه. حوالي 12 قامة. 12 قامة يا جماعه، يعني مثلا 20 متر. 20 متر. بين كل 7 متر و7 7 قامة و7 قامة مدوه. ده في ال 12 قامة؟ ال 12 قامة. يعني هو بيبقى انت بتاخد 7 قامة مثلا 10 متر. 7 قامة. وبتحط مدور، وبعد كده 10 متر وبتحط مدور تاني. بعد كده بتحط لها خيط 100 او 120 او 150 او 150 بحط عليه الرصاص. بيحط عليه 2 كيلو رصاص يا جماعه، او 2 كيلو ونص رصاص. الرصاص بيجيبه هو مصبوب بنفس المنظر ده، بياخد من كل رصاصه ورصاصه شبر لحد اما الخيط لحد اما الرصاص يخلص. وبعد مثلا كيلو بيجي حاطط مدور تاني. تمام يا كبير. تمام. وبعدين بتكمل الرصاص لغايه بقى ايه ما يخلص معاك. يعني من اول كيلو رصاص بتحط مدور عشان السمكه لما تضرب معاك تقطع. تمام. دي كده يا جماعه باختصار عشان ما نطولش عليكم. كان معانا استاذ مروان، جزاك الله كل خير يا رب. منوعات رحاله بتحييك وبتشكرك على مجهودك معانا. تنسوش يا جماعه لو الفيديو عجبكم بالله تعملوا لنا لايك وتشتركوا عندنا في القناه. نرمي كده يا جماعه الجرايه بتاعتي. باختصار الفرق اللي بيني وبين مروان ان انا نفس القصه في الاول، بس يعني معلقه مثلا في نصهم مدورين، بس انا بنيجي في الاخر بنحط في اخر يعني بعد ال 20 متر بنحط انا في حدود نص كيلو رصاص، وبعد كده بنحط ال 2 كيلو ورا بعضهم عشان انا بننزل بحر احمر، فمحتاج نقلل في الرصاص. البحر الاحمر انتوا عارفين صخره كتير يعني. طبعا يا شباب احنا النهارده ان شاء الله بصحبه الرئيس ابو شهر. بنقول لك يا ريس احنا ان شاء الله طالعين شرق غرب جنوب، ايه الكلام؟ غرب ان شاء الله فوق 45، وان شاء الله بعد الظهر هنطلع على الشرق. في اراضي حلوه بتشتغل بعد الظهر، وبرده في عندنا قدام هنطلع على خرسان ستيفانو بقبل حضرتك، ويبقى ان شاء الله نهارنا جميل ان شاء الله مع الناس الحلوه والصحبه الطيبه وناس صيادين كويسين، وربنا يرزقنا جميعا يا رب. الله يحفظك ابو شهر. طبعا يا جماعه الراجل ده على ضمانتي، يعني هنقوله رقمه واللي عايز منه اي حاجه برقبتي. الرقم كام يا حبيبي؟ 0120 725 727 17 8 7 ابو شاهد. ابو شاهد الراجل ده ان شاء الله فنان وعر من ميامي. من ميامي، والارزاق طبعا بيد الله، والرزق زي ما احنا متفقين ملوش قواعد. ان شاء الله يبقى خير ان شاء الله. خليكم معانا يا شباب. طبعا يا جماعه انا نزلت جربت الارض دي اول نازله علينا ان شاء الله، فهي ضربت معانا عشان كده رمينا الهيل. ربنا المستعان. يعني نرمي ولا شيخ وار؟ استنى بس يلا ماشي. انا كده وصلت الارض يا جماعه. عينك على الناس اللي هي بتسال على الغمزه، احنا انا عشان معايا خيط بريد، الخيط البريد حساس جدا في الوعر بالذات، فانا بنحس بيها بسرعه، ولكن انت اعتمادك على الضربه بيكون على النظر على اول عقله في اللبلوق وفي الوقت نفسه بالحس. فانا في الضربه ديت انا عشان دخل عليها سمك صغير كنت بنحس بيه وبنضربه. فان شاء الله يعني مره تانية هنبقى نوضح لكم الغمزه عن كده برضو باذن الله. خليكم معانا. هي بانت كده في الضربه الاخيره ديت. يا بص شوف رعشه الصناره ازاي لما بيبقى فيها سمك، بالذات لما يبقى الخيط برد.
مفيش مفيش مشاكل. المهم يا جماعه بس تكونوا شفتوا ايه ضربه اللابلوب. ماشي متكول في شغل. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب يا كريم. هي خفيفه فعلا. نطلع بس خالد معاك شيخ. شيخ صغير لسه لحد دلوقتي الشيوخ يا جماعه. كل التجارب على الشيوخ ربنا المستعان. يا مروان معاك حاجه؟ الجريده ما فيش. ماشي مروان هيظبطنا دلوقتي بناء على طلبكم دي كده ان شاء الله هتبقى نهايه الفيديو. بس اتربطت مروان وباذن الله الجزء الثاني ان شاء الله هيبقى على يوم الخميس باذن الله ومشيته هيكون بقى السمك كله اللي هو في الايه في الرحله. طبعا انا نزلت بوست على المنتدى وانتوا اللي اخترتوا من الفيديو يكون جزئين. شيخ برضه تحياتي لحضراتكم جميعا. احلى متابع احلى ناس في الدنيا احلى اخوات في الدنيا احلى رحاله في الدنيا. طبعا الارض كلها تدعمونا بلايك نقلة ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سمكه الشيوخ دي مش وحشه برضه بس ايه احنا بندور على حاجه افضل من كده.